لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من المنامة محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري. محمد، بعد التحية، يوم حافل تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة. تابعنا خلاله كلمات القادة العرب ثم البيان الختامي وأخيرا المؤتمر الصحفي لأمين عام الجامعة العربية ووزير خارجية البحرين، لنستطيع القول بأن قمة البحرين عنوانها القضية الفلسطينية. من واقع رصدك لتلك الفعاليات، اطلعنا على المزيد في هذا الشأن. نعم، يعني استطاعت القمة العربية 33 بالبحرين، المهم فيها هو إيصال رسالة بالاهتمام العربي وبوجود توافق عربي في التعامل مع الملف الفلسطيني، إرسال رسالة قوية إلى الجانب الإسرائيلي بضرورة وقف انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية وبالأخص في قطاع غزة، ضرورة أن يقف عن المخطط الذي ينوي الإسرائيليون أن القيام به وهو اقتحام غزة والتواجد بشكل كبير داخل قطاع غزة. أيضا التأكيد على ما أكدت عليه مصر من رفض التهجير الفلسطيني داخليا وخارجيا. البيان أشار صراحة إلى أن مثل هذه الخطوة ستصد بإجماع عربي موحد يهدف للتعامل الحاسم مع هذه الخطة. إذن مثلما توقعنا، القضية الفلسطينية استحوذت على نصيب الأسد من القمة العربية 33. هناك بيان خاص بالأحداث في قطاع غزة ورفح تم فصله وإصداره بيان منفصل نظرا لأهمية تلك القضية. هناك ملفات عديدة تم التطرق لها خلال أعمال هذه القمة، لكن يبقى الشأن الفلسطيني هو الشأن الأبرز. أيضا الدول العربية التي طالبت بأن يكون هناك وقف للانتهاكات وشجب هذه الانتهاكات وأنها ترقى إلى الجرائم الدولية، أيضا كان هناك يد أخرى أكد عليها العرب وهي يدهم الممدودة بالسلام بالإعلان عن أو الدعوة بالأحرى إلى إقامة مؤتمر دولي للسلام خاص بحل الدولتين، وأيضا الإشارة إلى ضرورة إرسال قوات أممية إلى الخط الفاصل ما بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية تقوم بمهمتها مراقبة الوضع، وأيضا داخل الضفة الغربية يعني في غزة والضفة الغربية مراقبة الأوضاع ووقف الممارسات الإنسانية الممارسات الإسرائيلية عذرا، وأن تسبق هذه الخطوة المؤتمر الدولي الذي دعت إليه أو الذي تدعو إليه وتقترحه الدول العربية للتعامل مع ملف القضية الفلسطينية. كان هناك دعوة أخرى أكد عليها الأمين العام من جانب الدول الأوروبية، إسبانيا تدعو هي الأخرى إلى إقامة هذا المؤتمر. الأمين العام لجامعة الدول العربية رحب وقال من الممكن أن يتم إقامة المؤتمر في البحرين، جزء منه في مملكة البحرين التي طلبت استضافة هذا المؤتمر المزمع إذا ما تم الاتفاق على إقامته، وأن يكون هناك شق آخر يتم استقباله في إسبانيا. إذن القمة العربية تحركت على كافة المحاور فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، أصلت رسالة إلى العالم وإلى الجانب الإسرائيلي بأن هناك توافق عربي يتعامل مع الأزمة الممارسات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. أيضا كان هناك من الأجواء الموجودة هنا هو التوقف أمام الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أشار فيها وحسم فيها الأمور فيما يتعلق باللاءات المصرية والتعامل المصري قولا وفعلا برفض مصر لتهجير الإخوة الفلسطينيين وتصفية القضية، وأن له هذا سيكون له طابع كبير على الاستقرار في المنطقة كلها. نعم. نعم، جزيل الشكر لك محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري من العاصمة البحرينية المنامة.